في محافظة ديالى فقد شهدت المحافظة تظاهرات في كبرى مدنها بسبب شح المياه والطاقة الكهربائية في معظم المناطق. وقال رئيس مجلس ناحية بني سعد رسول الحسيني في تصريح صحفي إن تظاهرة شعبية عفوية خرجت في مركز ناحية بني سعد واقتحمت المجلس البلدي، ما سبب أضرارا مادية إضافة إلى أضرار مادية أخرى في مبنى إدارة الناحية، مضيفا أن التظاهرة جاءت تعبيرا عن ثورة غضب شعبية بسبب أزمة الماء والكهرباء.